وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته إلى المملكة المغربية الشقيقة مساء أمس في زيارة خاصة وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وكان جلالته قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم أمس رافقت صاحب الجلالة سلامة في الحل والترحال